بخصوص الغرامات هاي الجديده اللي على المرور، يعني انا اقول هاي كلها عمليه تسليب بصوره غير مباشره، يعني ماكو هيك شيء. يعني اولا بالبدايه كنا نروح رسم واحد مال نقل سنويه، هسه سوينا 10 رسومات اجور اخرى حتى ما نعرف اسمها قمنا. اخر شيء غرامات مروريه ما تعرف شنو ما شنو. وهسه عندي تحويل ملكيه صار شهر زمان ما اعرف عقد مروري، ما يقولون هسه 100 دولار 150 الف دينار، هو كان ب 40 الف دينار. شنو عقد مرور ما جايبته؟ هو جاي البائع والمشتري جاي بصمون. خلينا عقد مرور، شنو عقد مرور ما حد جايبته؟ والله 100% هي يعني بس الفقير، يعني حتى العده يعني ما يهمه. العده ما يهمه، هي يعني تذبيها بس الفقير. يعني كلها يعني ما جايبته، يعني كلها ضد الفقير، شغلات هاي قانون من الضرائب، من الرسومات، من الغرامات، كلها هاي على الفقير. يعني الدولة متجهة ضد الفقير لا أكثر ولا أقل. احنا ناس فقرة، لا عدنا، قاعدين تجاوز، متأذين. يعني هسه المرور 600 ألف مال منظومة مال غاز، سيارتي 500 أو 600 نفس الشيء. ال 500 وال 600 مو فرق. اكو فرق؟ مو فرق، زين سيارتي سمد مكسرة كذا سعرها 20 ورقة. زين أنا من وين أجيب عيش عائلتي؟ أروح أسلب بنهب بالشارع؟ وين الحكومة حتطلع لنا؟ خلي تطولنا؟ جيبهم خلي يجوا يكفوني، يحاسبون العالم يشوفون الفقرة وينها. ما يخالف، خلينا ننفذ هذه القرارات، بس مو تنفذ قرار منظومة مال غاز تحطها بالصندوق حاط لك قنبلة وصعد صاعدين الناس وياك، شنو ذنب الناس اذا فجرت السيارة؟ يعني السيارة وقفت وانفجرت، شنو ذنبها؟ ما يقولون مفخخة هاي؟ احنا عمي خلصنا، اخواتنا راحوا شهداء، تأذينا، تعبنا، زين، والله قمنا نجد الخبز، اعطونا رواتب، تقولون حصة مال نفط وبلد نفط وبلد خيرات، وين الخيرات؟ اعطونا اياها يلا. اعطونا الخيرات مالتنا وينها؟ لو بس قاعد طلع حط الكرسي وما يضرب الفقير، ابن الخايبه ظاهر نايب. ليش؟ شنو ذنبنا احنا؟ شنو سوينا؟ والله شنو كود العراقيين؟ وين نروح؟ نشرد؟ نهج؟ خلي يباعون علينا، خلي يشوفونا، خلي ينظر الفقير. مو قاعد على الكرسي على البرلمان، والله انا بالبرلمان اداوم. اعطونا باعوا الفقير، باع الناس التعبانه. يعني عندي خمس جهال قاعد بغرفه على على على, على التراب قاعد ومشاخرك البيت وياي وقاعد بالتجاوز. يعني اشتغل اكل، ما اشتغل ما اكل. طبعا مع الاسف عتب على الشعب، ولا حد يقول يعني هاي مال حضر عمامك مع شعب، احنا جبان. هاي واحد. اثنين، من يصدر قرار قبل ربع ساعة يورطون العالم بأنه لغت منظومة الغاز بس للحديث، وقبل ربع ساعة نطب دا نحول السيارات اللي اشتريناها قبل اسبوع اسبوعين ونلقى منظومة الغاز على الصفرة، هسه والله نزل القرار. فهاي عيب، يعني الدولة او المرور او وزارة النقل تورط العالم وتخليهم يشترون سيارات ليش؟ يا اخي لو تطلع قرار تقول ماكو، لو تقول اكو لا تخلي العالم تشتري. يعني واحد خلي عندكم مصداقيه يا اخي، شنو ذنب العالم تشتري سيارات وهسه يطب؟ والله جانا قرار قبل ربع ساعه، يعني مشتريها صار لي 20 يوم هسه اجي بالمعامله، والله قبل ربع ساعه يمشي علي، ليش ما يمشي على اللي اشتروه هسه بتاريخ اليوم؟ غير يمشي بتاريخ اليوم؟ زين؟ فما يصير هيك، العقود انطب، الواصل العقيد يقول لي والله روح راجع ارجع وين تكاتبت؟ العقيد ماكو، ماكو هيك حكي يا مرور. ترى ابو الصفرة محاربه ابو التيك توك، محاربه ابو الخصوصي، طرق وجسور وصخاء، ادري ما تقول لي صار هن 10,000 دا يشتغل هن، هو فقير. خمسين ألف يعني على اذا وقف مثلا بشيء خطا ممكن، هاي فشيء حلو يعني على في سبيل يبقى السير يعني مستمر، يبقى الانسان براحته، ولكن يا ترى هل يطبق على الكل لو على الفقير فقط؟ هي المشكله يطبق، تطلع قرارات يا مكثرها ولكن تطبيقها فقط على الفقير. زين، واللي طاح بها بس الفقير. المفروض هسه اذا لقوا بديل، المفروض يقول يا مثلا بديل كذا، بدل الساحه الفلانيه غيرنا الوقف بفلان مكان، مو انه يطلع قرار وبعدين عود يتجه الى
انه يطلع بديل وغير بديل، فما اعتقد انه يطبق بالصوره الصحيحه. يعني 500,000 اكو عالم ما عنده، يعني هاي التاكسي حاط لك قنبله وراك، يعني تاخذ عبريه تشيل اهلك تنفجر بيك، يعني ذاك اليوم وحده بالدوره باص ترقت هم انفجرت هم بيها راحت عائله، وهسه هنا العقد المروري صاير ب 200 او 150، عالم مين يجيب؟ وكله مصرف، كله مصارف. زين هسه المنظومه مال الغاز ما يتحول اذا مو ب 500,000 دينار المنظومه مال الغاز. شيء عادي، هاي شيء اكيد يعني على الفقير، يعني يريد يطبق يريد يشيل له حاجه يريد على محل قص له غرامه او كاميرا طق له صوره للرقم وعافه ومشى. احنا بلد هسه السيارات اللي قاعد تجي للعراق اكثر وما تستوعب الشوارع مالتنا، والمفروض يوفرون مناطق وقوف، هم ما موفرين مناطق وقوف ولا السيارات العدد اللي جابوها للعراق، يمكن امكانيه الشوارع ما تستوعبها اقل من يمها بهوايه. ثاني شيء هاي منظومه الغاز شركه استثماريه هي جايه ومستفاده ومؤذيه الناس، الناس ما عندها اصلا ما عندها، اللي يشتغل بتاكسي هو ايش عنده؟ يريد بس يطلع العلاقه، وجايبين منظومه غاز ب 500,000 وغرامات المروريه صارت من 50 الى 200,000، زين هي هاي كلها ضرائب على الشعب، والشعب تعبان، لا موفري له فرص عمل، لا يقدر يشتغل، الشباب عاطل عن العمل، خريجين، انا واحد من الناس، عندي ولد اثنيناتهم خريجين، واحد كليه تربيه وواحد هندسه قاعدين بالبيت، زين وين يروح هذا؟ المحلات ما يخلونهم، ما موفرين اي فرص عمل، ومنظومه الغاز جايه شركه استثماريه مثل الكي كارت والماستر كارت كلها مستفاده في سبيل اذيه المواطن. العقد مال المرور 160,000 دينار. العقد مال المرور كان بزمن الطاغيه 10,000 دينار. ومن يم المرور يوقعوا ويدفع رسم 10,000، هسه يدور منك بناء المرور 20,000، وصل 50,000، تبليط شارع 100 و220,000، منين المواطن؟ هو ذا متقاعد راتبه 300,000 دينار، منين يدفعها؟ يلا هذول الناس قاموا يلطمون على رسمها للتاكسي، منين له؟ هي سيارته ب 30 ورقة يروح يحط له 5 اوراق والنوبه تحترق بالشارع، ليش من جابوا سيارات غاز ما قبلوهن الا تحولون بنزين؟ شنو هالسرقات هذا؟ منين جبتوا هالمرتزقه جاي يسوون هاي البلبلات؟ ثق بالقران، هسه احنا واقفين يجي عنده واسطه عقيد فلان دزه طب من الباب، احنا واقفين هاني رجال مسوي عمليه من القلب مقرم يطق طب وقع ومشى، وشنو ذنب المواطن؟ والله لو الشعب العراقي مثل الشعب المصري يسحقهم بالقناطر كان صار براسنا خير، ولا شنو احنا ذاك يوم يوم صدرنا قانون تعال حول غاز، حول بنزين، جيب غرامه، جيب تبليط، ابني مرور، مرور شنو انا ابنيها؟ انتم مليارات الدولارات جاي تحصلون، المرور شنو المواطن يبنيها؟ الميزانيه مالتكم وين تودوها؟ يا عمي والله دمرونا، والله دمرونا. أنا متقاعد عندي خدمة 30 سنة راتبي 400,000 دينار. النوبة ورطوني بسلفة قاموا ياخذون 450 منهم. يعطوني بالشهرين 400,000 دينار. الإيجار مالي 600 شهرين. شاكل وش أشرب. المنظومه مال الغاز يا تدخلها للعراق،
زين احنا نشتكي المن يعني المنظوم السيارة سعرها 25 ورقة 30 ورقة 40 ورقة بالزايد شد همه زين تحط لها منظومة ب 600,000 تسقط اصلها مو ناجحة يعني المنظومة مو ناجحة يعني يا دخلها للعراض يعني شنو الفرق بين الاجرة وبين الخصوصي شنو الفرق بين الصالون وبين الغاز يعني كله يلوث البيئة هو احنا بياتنا ما شاء الله كلها تكرم زبايل وهاي مو صحيح لو لا زين هاي القرار ياهل تدخل الاعراب وشنو ذنبنا احنا اهل التاكسي يعني شارع عصاصي شايفين الشارع كل شو ما بي يعني العده تاكسي يعني تاجر لا والله مو تاجر هي تاكسي لو تحصل لك العلاقه لها لك لو ما تحصلها لا يتطبق بصوره خاصه بس على الفقير بس مثلا كرجل دولة ما يطبق عليه اكيد ما يطبق عليه لان هسه الرجل الدولة بكل دوائر الدولة محترم يعني يطب قبلك هسه شوف هاي الدائرة يعني اذا لابس بدلة عسكرية يطب اول واحد يعني احنا حالنا هذا حال واقع حال هذا. ناشد وزير الداخلية بحال أسرع هاي الشغلة المهمة احنا سواق تاكسيات يا دوب نحصل مصرف العائلة وهذا شهر رمضان يعني ليش احنا شنو ذنبنا يعني انت تطوف جوا يقول لك ثلاث أوراق أبصمك ثلاث أوراق أبصمك يعني ليش احنا من دون بس التاكسيات حولونا إلى هيك يعني السياسيين الحرامية يبوقون براسنا واحنا طايحين براس هالفقرة يعني ما عنده 500 وين يروح وين يروح؟ هو يا دوب واحد يحصل له 10,000 يجيب له علاقه لاهله، والسياسيين الحراميه قاعدين على الكراسي ويبوقون واحنا طايحين براسنا، هاي كلها خطط ايرانيه اسرائيليه جاي يسوونها براسنا، يعني شنو ذنبنا احنا؟ طايح بيها بس الفقير، لا والله، هذول الحراميه السياسيه الدوله مع احتراماتهم وكل اصابع سوى، يعني اكو بيها ناس طايحه بيها واكو بيها ناس لا، يعني ثلاث اوراق هسه يقول لك ابصمك اني، هسه قال ثلاث اوراق ابصمك. زين ما عندي ثلاث اوراق شلون؟ منين اجيب؟ يعني هذا العراق يعني يعني مجتمعنا صار انقص حاله، يعني الدول هاي العالميه شوف الدول كل العالم ماكو هيك نظام، يعني احنا جو الحراره 50% وداخل السياره 70 ولا 80، يعني تحط لك منظومه انت يا وزير الداخليه ولا غيرها، حط لك منظومه بسيارتك وصعد عائلتك. يعني انت شايل تابوتك وياك. هاي سياره قبل 4 أيام احترقت هناك بالعلوة مال الدورة وبالدورة وحدة وغيرها وغيرها يعني انت تخاف على روحك وعلى عائلتك بس انت ما تخاف علينا وشنو الفرق بين التاكسي والخصوصي؟ شنو الفرق التاكسي ولا خصوصي؟ يعني هسه الخصوصي بصموا واحنا ما بصمنا حسبي الله ونعم الوكيل بس على كل واحد ظالم بكل دولة احنا بالعمي احنا سياراتنا اكثرها قديمة ويا دوب نطلع قوتنا اليومي اكثر يعني عندها ايجارات عندها اطفال اكثر السواق التاكسيات يا ابن عمي اكثرهم ما عندهم لا رعايه اجتماعيه لا عندهم رواتب ها المتضرر اللي ما عنده راتب شهري المتضرر اللي ما عنده رعايه بيهم اكو سواق تاكسيات مثلا عنده راتبه وبالدوله يداوم عنده هو موظف وعنده سياره التاكسي اي اكثرنا احنا قوت في يوم بيومه اكثرنا ما عندنا رواتب يا ابن عمي يعني احنا طونا الحل شنو الحل يعني شنو ذنبنا احنا سياراتنا قديمه ما نقدر نصلحها انه بخلي لها منظومه ناشد وزير الداخليه شوف هاي الناس الاكثر فقراء ما عندهم رواتب عاد احنا شلون نشيل حالنا يعني ما عنده راتب شلون ما عنده رعايه ما عنده اللي داوم بالدوله وعنده تاكسي ما تاثر علي صح ولا لا؟ ها ما تاثر علي بس انا ما عندي راتب وعندي عائله وقاعد ايجار اروح اشد لي منظومه غاز وهي سيارتي تعبانه فلوس تصل قوه داينها هاي منظومة مال غاز مسويها 560,000 هاي الوادي منها تطيح العالم منها العالم تطيح من طلع القرار عمي هذا حرارة كل الوادي كلها تموت القرار 560,000 من عنده 560,000 تبي كل عباس اذني مال التعويل اخذت اثنتين جبت وجيت منها عمي يعني هي سايبه تعبانه مالي انا ادفع لها 500,000 شنو الحكي هذا يوم يطلع لنا غاز يوم يطلع لنا ماشينيه لا طبخ على الفقير بس خلنا خدمك على الفقير خد يجي خد توقف واقع حال توقف حاته ولا يمه بس على الفقير يا شيخ العدله ولا ولا يمه قلت طبق هنا طبق انا سويت مجال طبق هنا هاي الوادم كلها فقره عمي هاي الوادم كلها فقره كلها ما عندها مين تطل العالم جاي يقول الوادم جاي يقول يا ابو عمي طلعوا بوق وسووا ما هذا العالم هاي
شنو عجال؟ 150 هذا تسوي فوري 150,000. قرارات مشحفة على المواطن، على التعبان، على الفقير. يعني مكاتبة 150 وهي سيارة ما سوالها 700، راح من هذا تصرف على المعاملة، رشاوي ومعاملة ضيم، وراح تسقط المعاملة. يعني هالفقير وين يولي؟ وين يروح؟ عمل وادية مكاتبات، المكاتبة 150 ضرائب. يعني هاش قد يصير السيارة؟ يصير علي يعني الفقير مظلوم عمي، جاي يظلمون الناس. تراجع إلا رشاوي، ما حد يقول لك وين رايح. يعني هاي القرارات كلها تعبة مش حفة، جاي تعبونا. يعني هاي معاملات، حتى سيارة بعد ما نشتري. السلام عليكم. أنا معوق وعندي خمس جهال وعندي سايبة استوى ماخذها. يعني منظومة منين أجيب السانة؟ أروح أبيعها تسقيط بي يا أخذها. اي مو هن سيارات تعبانات، هن تعبانات وعلى تعبان. انا صار رجال معوق شلل وعندي خمس جهات وقاعد حواسب، منين اجيب؟ عباس الحاطه بالقراج لو شوفها، يعني حتى العبر ما يصعد بيها منتهيه والله العظيم كلش. يعني هاي المعاملة أنا كلفت عليها 450,000 تجديد سنوية، 450 بالقرآن لحد الآن هي المصاريف. أجي عليها سجل الساعة 9 طب القرار، أنا باقع على البصمة بس جاي أبصم تجديد سنوية. يقول لي منظومة شدها ب500,000، مين أجيب ال500 أني؟ يعني من اللي داينك بالوضع هذا؟ اكو واحد داينك؟ مسؤول جايبها. ها؟ مسؤول جايبها. يعني منين مثلا اجيب هذا 400 500؟ يعني انا افطر النهار كله حصل لي بها 20، 10 احط بها بنزينات و10 اخذ بها طماطيات الجهال. يعني يا انطاني اياها عيديه طلع هذا القرار؟ شنو يعني يدمرني؟ يعني شنو غايته هو من هذا القرار طلعه هسه؟ العالم صايم محلوقتها يابسه، هو يطلع له قرار هسه بتعشد منظومه غاز. يعني ابو ايران زاد عده يجي يذبن علينا؟ ها؟ ويذبن علينا وذول السياسيين اللي ما يخافون من الله. يعني لو يخاف من الله هذا سياسي تطلع هذا القرار؟ بس هو احنا شو نقول عمي؟ احنا شافنا ناس فقره، كل ما طلعون قرارات تسكت، كل ما طلعون قرارات تسكت، ولهذا ركبونا. بس عمي كافي ترى بالعباس طق الحوص الله خليه يتندمون ويرجع على القرار ماله احسن له. جابوا قالوا طفايه ومثلث ووقفوا العالم حتى والما عده يقصوا له وصل، وهسه هاي المسؤول جايبه يمشوها على العالم. شنو احنا احنا اصلا دوله ما تنجح عندنا؟ جونا حار شنو خلصت انفجارات جاي يفجرون علينا ذني؟ جاي يفجرون علينا ذني؟ يا مسؤول جايبه جاي يمشيها علينا، يا مسؤول هو مسؤول جايبه جاي يمشيها على المواطنين. مين هسه هذا المواطن؟ مين اللي اني 500,000 ليش؟ زين هم ما شافوا بالتلفزيون كم منظومه طقت؟ ما شافوا يعني لو غشمه؟ الله يطيح حظهم. اي والله انا عندي سايبه 2011 مكسره ومقلوبه وصلحتها قوه، هسه يقول لي بدلها غاز، اذا بدلتها غاز تصير طياره؟ شو تريد تصير؟ راح من روح والديكم تحشونا، شوفونا الوزير، شوفونا عزيز، شوفونا صخام، وين نروح؟ نسلم نبوك نصير حرامية؟ عيب عليكم والله عيب. زين الناشي والله زين ما يصير هيك يا عم الله يخليك. 2011 ومقلوبة يعني ما تسوى لها 20 ورقة ما تسوى. زين روح بدل المعاملة مرة ثانية، بدل المعاملة، حط غاز وبدل المعاملة. دمرتنا والله الهيئة. عم عيب تركض ورا الهيئة. تسليب دول الهيئة. يعني كم شوك بالعلاوي ها؟ رجل 40,000 50 ما تعطيهم شو يسوون؟ ياخذون السنوية والإجازة يقول لك جيب دبر حالك. يا ابن مين تجيب؟ لا تشتغلون. زين طرقوا الجسور مال 60,000. هاي هسه مال الشعلة ها؟ كل نقرة يعني يطق دبل عندك، يطق هذا، وين الجسور؟ رحم علمك وين الجسور؟ كلها باق وحراميه من 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 الحكومه او شريدك. احنا الناشد السيد رئيس وزراء الاستاذ عادل عبد المهدي ان ينظر بعين العطف الى هاي العوائل البريئه. يعني الناس كلها عطاله بطاله، وظائف ماكو،
احنا اللي عندنا والما عنده بعنا وشرينا لنا سيارة حتى نعيش بيها. زين بهذا الوقت يصدر هيك قرار؟ زين كم سيارة تاكسي هسه أجرة موجودة هنا بالعراق؟ مليار سيارة، ايش وقت تتحول هاي؟ زين هاي البنزينخانات اللي فتحوها راح تعزل؟ زين البنزين اذا سووا منظومات مال غاز شلون راح تلحق تمول هاي السيارات؟ يعني قرار خاطئ 100%. شنو ذنب هاي العالم؟ يعني هسه دائرة المرور عزلت، رجعت العالم هي العوائل، ايش راح نسوي؟ يعني راح تضطر الناس تشتغل بالمخالفات، للشغل بالمخالفات. والله العظيم احنا طبعا انا هسه اليوم وجيت عندي بس على البصمه، اجيت يوم الخميس الراح البصمه كامله وقال تروح تبصم، هسه حاليا انا اجيت يقول لي تروح تسوي منظومه مال الغاز، يابا طبيت رحت للمدير، لا مدير يتفاهم، لا عقيد يتفاهم، لا رائد يتفاهم، ادري ويا من نحكي، يعني احنا شنو احنا؟ فقور، ما عندنا بلد نفطي، الله الاكبر، هاي ايران، هاي نحكي على ايران. ايراني كل شيء ما عدا هم عدا نفط وعدا وجاي يصدروا له نفط وخير من الله. ادري هسه احنا حول غاز 500,000 هيئه 100,000 فلان شيء 100 عمي والله العظيم عيب عليكم يا بس استحوا والله استحوا. يعني شوفوا هاي العالم كلها اليوم عدا بصمه على سياراته كلها سقطت، حتى المكاتبات سقطت، لازم تروح من جديد تسوي لك ب 50,000 دينار. والله من هو والله العظيم والله العظيم هاي العالم كلها بزعت نفسها وبس بالبوق يجون يبوقون من عندك وياخذون. شافك ابو مرور اخذ من قصلك وصل، شافك ابو فلان قصلك وصل. عم عيب استحوا. يعني انت عادل عبد المهدي يا رئيس الوزراء ادري حاط هاي العالم كلها ويوميا تطلع لك بخطاب فلان شي وفلان شي بس ما حد جاي ينفذ يا اخي، ماكو تنفيذ. يعني والله العظيم هسه كل احنا صيام وتعبانين وعايفين شغم، والله معزل محلاني وجاي اتوسل بصاحب السياره، عمي تعال عمي تعال عاف دوامه وجه احكي ويا المدير يقول لي بابا جاينا قرار اليوم. ادري يوم الخميس ماكو قرار، منين اجانا هذا القرار؟ يا اخي والله العظيم ما عندهم لا غيره ولا اخلاق. وهاي العالم شو تسوي العالم؟ يعني شو تسوي؟ مسلمتهم بيد الله واهل البيت، ماكو غير هذا الحكي. لو عندهم شويه اخلاق وغيره كان باعوا على هاي العالم. عايفه شغله وعايفه الدنيا وجايه على البصمه هسه كل شيء ماكو يا اخي، احنا مكملين كل شيء، كل شيء ما باقي عندنا. منين نروح نجيب؟ بنزين لتر ب 450، اغلى بلد احنا نشتري بنزين ب 450، هسه جايبين البنزين منين؟ من ابهاتكم غير مال الشعب هو؟ سايبه سلاتي شلون سيدي طالع عليه باليوم شده لو 25,000 لو 20,000 صح له غلط الجاهل سلاتي تصف عليه اقل شيء 10,000 5,000 كيلو طماطم 3,000 ب 2000 دينار يجي له حقك هسه على هاي 500 المنظومه شنو هالمنظومه رحمه على ابو صح له غلط المنظومه شنو الواحد ما عنده مين يجيب مثلا يبوق يقتل شو يسوي يسلب يعني يقولون ابوق وسلبوا بالشارع وهسه انا ما عندي شلون احرق سيارتي بالشارع قدامهم عم يرتاحون هاي العقد المرور رجعته وسع رجع قدامك عمي زين هلا شوقي هسه شوقي قدامكم هذا العقد المرور اشقه من على ابو لا حتى سب حتى الدوله والله مو بسعه ارواحتني اعطيني عمي ماكو شي موضوع ماكو شي موضوع هاي العالم كله جايين عالم صيام يعني لا تحترمون احترموا شهر رمضان احترموا شهر رمضان ما عدنا عمي اروح فدوى على روح صدام تراب رجلين صدام يروحون هاي العمايم الناقصه هاي حكومه طايح حظها سياره ما تسوى لها مليونين 400,000 ذاب هسه يقول منظومه مال غاز 500,000 النور هواي السيارات نحركهم بالبيبان خلي يروحون للحرام ويا بعد ما اريد شحكي هاك روح مع المرور هسه بعد ما حد يشتغل ليش يجي يضرب الفقير خلي يروحون لاهل الجكسارات لاهل الغيره اللي يعتهم ويا العالم ليش جاي على ابو السايبه على ابو التاكسي 50,000 يحول ابو التاكسي يحول 700,000 خام عماي 400,000 هاي وصولات طرق وجسور انا مسؤول بيها سبايكر انا مموته هنكون واقعين ابو الهيئة قاعد هناك وكل 400 و500 هو وين الشغل اللي بالشارع ويحتوا له على المخدرات يحتوا له على التفجير والله الشعب كله يصير مثلهم
والله العلي العظيم نقوم نسلم بالشوارع. احنا ما نناشد رئيس الوزراء. اما شو تناشد؟ ما نناشد رئيس الوزراء ولا نناشد حكومه، بس نناشد المراجع. يعني انتوا هاي النفايات تاسه الشوارع، هاي مو ضرب بالبيئه، هاي المولدات مشتغله 24 ساعه، زين ماكو مرجع شيخ عشيره، رئيس وزراء ما بيدش ليه حلو لا يربط. هو اللي يطي مسكيل وعدس، هو هذا شنو رئيس وزراء؟ يعني مسوي من نية على الشعب؟ يعني انا هسه حول مال غاز 500 الف، انا مشتري ب 3 ملايين رحمه لوالديك، وتلحقها ضريبه وتلحقها نفايا هذا جبايه وتلحقها ما يعني تاكلها ب 700 الف دينار، وانا مشتري ب 3 ملايين. يعني هاي المروه، بس اريد المراجع، يعني واحد من المرجع يطلع لنا بس بالانتخابات، بس برمضان تطلعونا نعرفكم بالحلال والحرام. زين هذا مو حلال والحرام، هذا مش كاش شرعي، لا هذا اشكال شرعي عليكم انتم، يعني هي هاي بذمتكم وراسكم انتم، انتم جبتونا وجبرتونا على هيك ساقطين ودبس زيه. بس سؤال صغير جوك يستحمل هذا الشيء؟ جوك انت، جوك يستحمل هذا الشيء؟ جار 2017 و18 روح للنهضه واو الحين فات حادث القبغ مال البنزين يمشي يعني ينفجر، وبنزين مو غاز، لا عاد لو غاز، يعني ما فكروا بهذا الشيء، رحمه على ابوه ما فكروا بهذا الشيء. جوك هسه لو يستحمل يقول يستحمل، بس جوك عمي يعني ما رايدين فلوسنا احنا، تحترق سيارات عمي مال العالم، سيارات العالم تحترق، ابويا تحترق سيارات العالم والله، بس عمي جوزه من عندنا، والله ما عندنا فلوس، والله ما عندنا نبوك، قولونا بوقوا، قولونا سلبوا، قولونا فجروا، والله العظيم يعني ساني ما عندي شلون احول. يلا اذا افتهم. والله هو القانون فوق الكل، والقانون حلو والالتزام حلو، بس القانون مو بس على شخص واحد، خوش القانون على كلها، يعني مو بس والله بس ابو التاكسي ولا ابو الخصوصي ولا لا، مفروض كلها حكومه وجيش وغيره وغيره من كلها يصير قانون حلو، خوش مو يسوي قانون بس علي، خوش القانون عامه يسوي، يعني مو بيسوي والله سوى علي اني وهذاك ابو سيارة الحكوميه، لا ما يسوى عليه، وشنو الفرق بيني وبينه؟ مفروض هو ابو الحكومه، مفروض هو مشي السير يسوي الالتزام وهو طبق القانون، ومفروض هو كل شيء هو، احنا لا كله رون سايد، خوش يجي يضرب لك السياره وراح، ولا حكى وياك ولا قال لك اعتذر ولا هاي. قانون الغرامات ابن عمي يمشي بس على الفقير، يعني هسه هي سياره مال الدوله تجي يقدرون يغرموها؟ ما يقدرون، بس على ابو التاكسي اللي يفتر من الصبح لليل، وما احسن ما مسوي لنا هذا القانون تروح يرخصون لنا البنزين على مود المواطن، يعني الكرو احسن ما اشيلها ب 7000 يرخص البنزين اسويها ب 5000، هاي لو القانون احسن يا احسن من عندهم. بصوره عامه هسه برمضان زين الشوارع، قبل رمضان لا والله ازدحامات، يعني العالم يعني انا هسه تعرف الموظف ماخذ له اجازه برمضان ما يطلع بسيارته فلان بيها مجال، بس هسه تطلع انت هسه يعني سان جيت من باب الشرجي لهنا، انا من باب الشرجي لهنا انا ساعه جاي، غير مره قبل رمضان لا والله ساعه ونص ساعتين يلا اطب هنا، هيك ازدحام يعني قافله، هي قافله شوارع قافله مختنقه والله الطسات، يعني بالقرا اسوي صدر مال سياره مع بالدول البرة اشار خمس سنين يلا يبدلونهم صدر سياره من ورا، احنا هنا انا بغداد 3 اشهر وهم كل شهر، يعني اذا كل شهر تبدل تفتح صدر هاي ب 200 الف دينار، ولا حقيق على الغرامات تطبق فلان 50 الف، هسه انا اشتري سياره جديده انا ذاب 300 الف على التحويل مالتها، زين انا ايش مشتغل بيها 300 الف ذاب عليها تحويل؟ هيئه سويت لها كل شهر مال الهيئه غرامات سنويه تحويل كلها هاي طرق الجسور مال مدري شنو، يعني فشي هي يعني ما اريد عشان جهه مسويتها قاعد تستفاد من عندها، حالها حال مال صقر بغداد، صقر بغداد وين سووا لنا اياهن؟ هم 15000 لزقوا لنا لزقوا وما ادري شنو وراحت نفسها حالها كلش ما استفادينا منها. طبعا موضوع قانون الغرامات هذا باعتبار انا كصاحب مركبه يعني اشتغل بالشارع وصاحب تاكسي مثل ما يقول بالعاميه، هذا القانون غلط، يعني هم لقوا مثلا الشغلات الاساسيه والرسميه مثل ما يقولها، وبعدين سووا هذا القانون
يعني عندك الشوارع مكسرة، عندك الزحامات، تقاطعات ما مسوي لها، اكو هواي امور انه يسويها مثل جسورات، جسر يسوي جسر بمكان ما تطب مثلا توقف بترفق لايد، يعني هواي امور اكو انا اسويها لهاي الشغلات وراها انا كصاحب مركبة. القانون حلو، ماكو احلى من القانون، القانون انه كلنا نخضع للقانون، كلنا نحب القانون، كلنا نريد القانون، بس اني هل يا ترى القانون انه راح يطبق على كل الناس لو راح يطبق على ناس وناس؟ انا راح اجاوبك كصاحب مركبه والكلام اللي اقوله انا مسؤول عليه، القانون راح يطبق بس على الفقير، غير الفقير ما راح يطبق عليه. يجيك اللي متبي لي فلان حزب، بيجيك برون سايد، يجيك يمشي فوق الرصيف، يقطع الشارع، يصول ويجول بالبلد مالتك او في المحافظه الموجوده، ما حد يحاسبه ولا حد يقول له هذا القانون ما يطبق عليه. يطبق عليه من؟ يطبق القانون على ابو التاكسي بصوره عامه، يطبق على ابو التاكسي. ابو التاكسي اذا يوقف يا ابو محل يعطيك 50,000 غرامه يسجل لك اياها، يطق لك صوره، هو جاي يشتغل، هو طالع انه ابو التاكسي. احنا معروفه يعني اهل التاكسيات، ابو التاكسي معروف من اللي معروف اللي شنو اللي يشتغل به، يطلع العلاقه مالته لا اكثر ولا اقل، العلاقه بس يطلعها وخلاص، هذا ابو التاكسي. اكو سالفه ثانيه اللي سووا لك اياها اللي هي من منظومه الغاز، يعني انا اريد اسال سؤال للحكومه العراقيه، انت مسوي لي هاي المنظومه مال الغاز، يعني السيارات المفخخه احنا انتهينا من عدها وخلصنا من عدها الحمد لله والشكر، انت جايب لي هاي منظومه الغاز تريد انه تطقق السيارات علينا؟ يعني امنيا ماكو، كامان ماكو، ما بيها امان، امنيا ماكو، امنيا كمواطن عراقي هسه انا احكيك ابو مركبه، امنيا اذا اريد انا اسوي هاي منظومه الغاز اخاف على نفسي ما اسويها، لان ما تعرف بيا دقيقه بيا ساعه تنفجر. 10 حالات صارت انا من سووها لحد الان، يعني بالفيسبوك بالتلفزيون كلها طلعوها، بالقنوات العراقيه طلعوها انه 10 حالات صارت، ورا ما تصير يجوز بعد ايام تجي كمان يقول لك ها والله هاي سياره مفخخه، وهو كله كذب بكذب بكذب. والله هاي القوانين اللي دي يسووها يعني ما اعرف، يعني غرامه تجي 50 و100,000 وعلى شنو يعني؟ والله شنو على مود الاشاره، والله على مود انه توقف قبال محال، يجي كماتين الهيئه ويجي كل شيء، يجيك المرور ما تعرف يعني، ما اعرف يعني شنو، ما اعرف شو يسوي، خلي يسوي لهم شارع، هاي الغرامات ياخذوهم هم بكل شيء. ما هو الشارع وينه والشغل وينه؟ انت من تجي تاخذ المواطن؟ والله هو طبعا هو بالتاكسي والفقير عاد، بالفقير ابو التاكسي تشوف هو الشارع والناس وصيام وشارع فارغ، هم يعرفون هذا الشيء يعني، مو يعني هم المرور يعرفون كل الزين يعني، ما اعرف يعني. والله هيدا اشوفه بالفيس اللي موجودات بالفيس، سيارات دي يطق يعني ما اعرف، انت تسوي فد شيء يعني، سياره المفروض هي تجي اصلا غاز تخلي لها غاز، بس مو انت تحور بنزين وياخذوا من عندك وصل 650 بدي 550,000، وما اعرف يعني، ما اعرف شلون كله على المواطن هو يعني، تروح انت تتحول معامله تخليك مليون بجيبك وتروح للدار يعني، وين ما اعرف، مشتري بيت تشتري تحول سياره، ما اعرف شلون يعني، شلون يحسبوهم ما اعرف.